السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من دوار لبنان مولي الواد اقليم سطات. معنا هاد الممالكة اللي مسكينة، يعني كتحس بالحقرة، كتحس بالظلم. ارملة ديال المرحوم قاسم اللي خلاها، يعني تفضلي. يا الله يرحم والديكم. السلام عليكم، أنا ملك أبو نعمان أرملة جوج قاسم بن قاسم بالحاج صالح بوخرطق، وكنطلب من ربي وروسكم تشوفوا فيا وسمحوا لي، أنا عيطت عليكم لحقاش تحقرت وتمحنت. ولي حقرك أختي ملكة؟ اللي محقورين ما حاقريني ما باينينش، كي صيفطوا لي على الموليين باينينش، حاقريني وباغين ياخذوا لي حقي ويضلوا يعبروا في. الله يرحم الوالدين. ملي يجي المهندس يجي نهار الحد كنمشي نحبسو، يمشي الحد الاخر كيجي الدروقات انا وساكنه وسلحناشي والعقارب والشوك والضرق والتكرفيس. في الشتاء نهرب من الدار قديمه، وفي الصمايم من بيت حاضيه العقارب والحناش. كيفاش كتعيشي يا امي ملكه؟ كنعيش والله ارحم الوالدين. سمحوا لي انا صيفت ليكم باش تجي وعدي. ما عندك لا دار ولا والو. ما عندي لا عيشه وحل عيشه، ما نعطيهاش للعدو. هذيك العيشه بارك عليا بها حمد الله. يحاولوا يهجوا فيك على اساس انك كي باش نخوي، كيجيو للبلاد يعبروها قراديه ديالك شراها ديالي، وانا نحمد ربي باقي عندي ظاهر سيدنا. واش كطالب يا لالا دابا؟ كنطالب بحقي من ربي وسيدي يشوف من حالي. نقدوني نقدوني، راني تمحنت، راني تمرت وتعذبت.